تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. الأحداث تتسارع إذن، والإصرار متبادل بين جهتين حاضرتين في المشهد السياسي الجزائري. الحراك السلمي المظفر الذي بدأ في 22 فبراير، وسلطة الأمر الواقع ووراءها مؤسسة الجيش التي يقود أركانها قايد صالح. الحراك وهو يمر نحو أسبوعه 25 لا يريد إلا تحقيق هدفه المنشود، تغيير نظام الفساد والاستبداد. وصموده اليوم ولحد الآن رغم محاولة الالتفاف العديدة يؤكد أنه في الطريق الصحيح والسليم. وما يجري من حديث عن الحوار والانتخابات كل ذلك لفظه الشعب على أساس أنه لا يمكن المضي في هذا النهج، لا حوار مع العصابات ولا انتخابات مع العصابات، هكذا قال الشعب الجزائري في كثير من المدن، بل في 48 ولاية. وكثير من الشخصيات الوطنية والسياسية والحقوقية والتاريخية رافضت الانضمام لهذه اللجنة المعينة بسبب ما قيل عن عدم شفافيتها ولا استقلاليتها ولا شرعيتها. وها هي حتى منظمة المجاهدين وفي بيان آخر لها تؤكد أن هذه اللجنة لن تذهب بعيدا طالما ليست هناك شروط متوفرة للنجاح. وما قالته منظمة المجاهدين أكدته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مرة أخرى، لا معنى لحوار ليس شفافا ولا نزيها ولا مسؤولا. وهناك من ذهب بعيدا متسائلا لماذا لا نختصر الطريق ونفتح التفاوض بدلا من الحوار، الحوار مع من؟ أو التفاوض مع مؤسسة الجيش فقط وليس مع أي جهة أخرى، طالما الذي يمسك زمام الأمور الآن هي سلطة الأمر الواقع وهي مؤسسة الجيش. نعود مشاهدينا الكرام لما جرى الجمعة الماضية، نشاهد مقتطفات من هذا الحراك، حراك الجزائر العاصمة، ثم نبدأ النقاش. لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح بإذن الله. الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح بإذن الله. الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح بإذن الله. إذن كانت هذه الجزائر العاصمة، وسنظهر بعض الفيديوهات لمدن أخرى كانت قد وصلتنا بثت، ولمن لم يسعفه الحظ في مشاهدتها سنعمل جاهدين على إظهارها في حصتنا هذه أو ما بعدها. إذن كل الأنظار متجهة لما قيل أنه حوار، ولو أنه ليس هنالك حوار بعد، هنالك مشروع حوار فقط استدعيت هذه الأسماء، ولذلك استنتج كثيرون بأنها ليست مستقلة طالما هناك طرف يعين الذي يريده ليكون عضوا في هذه اللجنة. تساؤلات عميقة حول نزاهتها، استقلاليتها، شفافيتها، وكثير من الأمور عن هذه اللجنة، ما إذا فعلا ستكون قاعدة صلبة لهذا المشروع، مشروع الحوار. نتابع مشاهدينا هذا التقرير الإنفوغرافيكي حول الحوار ثم نبدأ النقاش. We'll be right back.
نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام الذين التحقوا بنا اللحظة. نحن في الجزء الأخير من هذه التغطية المخصصة لنهار اليوم، التغطية المفتوحة والمباشرة والتي بدأناها منذ 22 فبراير للذي لا يعلم. ورحب أيضا بضيوفنا الكرام من أساتذة ومحللين وحقوقيين سيصطحبوننا في إثراء النقاش خلال هذه الحصة. معنا اليوم ضيفان كريمان ناشطان ميدانيين، الأول هو عماد الخضارة من كندا، وكذلك جمال عفار الناشط الحقوقي من باتنا عاصمة الأوراس، وسيلتحق بنا ضيوف آخرون مع مرور الوقت. نبدأ بالأستاذ عماد بعد الترحيب بك. أستاذ عماد، ماذا يمكن أن نقول عن هذا الحراك الآن يزداد وعيا زخما من أسبوع إلى أسبوع آخر، رغم هذه المحاولات، محاولات الالتفاف لإشغاله بنفسه من أجل تفتيته من أجل إدخاله في محاور أخرى، ولكن كما ترى ما زال يحافظ على تماسكه على قوته على صموده رغم كل هذه المكائد والدسائس. السلام عليكم أستاذ عثمان. السلام على فخامة الشعب الجزائري العظيم، ودائما شرفنا أن نكون معكم أستاذ. شكرا لك. أولا يا أستاذ، قبل كل شيء يعني شوف، النظام البائس اللي حاكمنا منذ 57 سنة أظهر محدوديته في كل شيء، لدرجة أنه فخامة الشعب أصبح سابق بأشواط وأشواط وأشواط بما يخص يعني الفهمة والمعرفة. على كل احنا الان في حرب مصطلحات صراحه، انا كما نشوف فيها حرب مصطلحات. الاول انه يقولوا لنا حوار في حين اننا لسنا في حوار، وكانه النظام البائس يخلق في المشكله ليحاول ان يجد الحل. كل المبادرات نتاعو اصبحت تخرج ميته، وهذا ماهوش لانه نظام ذكي، لانه نظام بائس، لانه نظام لا يعتمد على الكفاءات مقارنة بالشعب اللي في الجهة الأخرى اللي سبقوا بأشواط بما يعني بمعرفته للأمور وبمعرفته للمخططات نتاع هذا النظام اللي قاعدة تتعاود. هي سيناريوهات تكتب بممثلين آخرين وفقط، نعرفوها من الأول. لكن المصطلحات يا أستاذنا أنا نشوفها يعني في ظرف كما هكا مهمة جدا، من بينها مصطلح الحراك اللي بالنسبة لي أنا يعني هو ثورة الآن، ليس يعني حراكا، صار ثورة الحراك سلمية. نعم، يعني هي ثورة متكاملة الأوصاف، والكلمة يعني هو قائد الأركان وقال لنا سوا ديزون حراك. احنا لازم نسميوها ثورة. يعني سجيت برك أمور إذا تسمح لي. المصطلح السياسي هي الخروج عن الوضع الراهن، يعني تعريف الثورة هي الخروج عن الوضع الراهن وتغييره باندفاع يحركه عدم الرضا أو التطلع إلى الأفضل أو حتى الغضب. أرسطو يعطيها شكلين، التغيير الكامل من دستور إلى آخر أو التعديل على دستور موجود. واجتماعيا يا أستاذ عثمان، الثورة تدرس على أنها ظاهرة اجتماعية تقوم بها فئة أو جماعة ما هدفها التغيير، لا تشترط سرعة التغيير، هذه لازم نأكد عليها، وفقا لإيديولوجية هذه الفئة أو أخرى أو الجماعة، ولا ترتبط بشرعية قانونية كما تعبر عن انتقال السلطة من الطبقة الحاكمة إلى الثوار. ماذا نريد نحن؟ إيه؟ احنا تحركنا وانتهينا من الحراك، احنا الان في ثوره، احنا ما نطلبوش في حوار، احنا خرجنا من اجل تغيير جذري. النظام الحاكم اللي حاكمنا او النظام الحاكم يعني حاكم بالصدفه الان قاعد يقول لنا ما نعطيش الحكم للمدنيه، قاعد يستعرف انها كانت عسكريه وستبقى عسكريه. ثبات الشعب، ثبات فخامة الشعب على الخروج كل يوم جمعة لمدة 24 أسبوع بسلمية فاقت الآفاق، يعني أصبحت يضرب بها المثل في نيويورك تايمز، في كل يعني كل السياسيين الكبار قاعدين يتكلموا عليها، إلا حكام الجزائر لم يروها. الشعب الجزائري لن يرجع حتى يسترد ما يريده. وبالنسبة للمناورات، والمناورات يعني إنها تخرج ميتة قبل خروجها، يعني لا نريد حوار معهم، وخاصة مصطلح الحوار. لا يوجد حوار يا أستاذ عثمان، هذا زمن التفاوض. صحيح، الشعب خرج سلمية، خرج يسترد أمر بالتفاوض مع السلطة. طيب، اللي حكمة الآن بالصدفة. طيب جمال، بعد الترحيب بك، تقريبا السؤال نفسه، لكن فهمت من جواب أخي عماد بأنه الحوار في حد ذاته فخ نصب في الساحة السياسية من أجل تعطيل هذا الحراك،
ولكن أعتقد أن صلابة الحراك عبر هذه الأسابيع سيبطل مفعول هذا الفخ وهذا الذي شهدناه. في رأيك أنت هل فعلا نؤكد ما جاء في الأسابيع الأخيرة خاصة الأسبوع 24 من أنه الشعب لا يعترف بهذا الحوار طالما أنه ليس حوارا شفافا ولا نزيها ولا مسؤولا؟ بداية تحية إليك الأخ عثمان وإلى كل مشاهدي قناة مغاربية وإلى ضيوفك الكرام. شكرا لك. فالحوار حتى لا نقع في فخ السلطة أن ليس هناك جزائري واحد ضد الحوار. أيوة. من حيث المبدأ، ولكن نقول بأن أي حوار وبين من ومن يجري هذا الحوار وكيف يجري هذا الحوار. احنا شفنا المهزلة الأولى لما أعلنوا عن الحوار مع شخصيات أو أسماء جلها كان في السلطة، منهم من قضى 3 عهدات إلى 4 في مجلس الغمة، ومنهم من كان نائبا في برلمان الحفافات، ومنهم من كان متزلفا في العقدين الماضيين في عهد الرئيس المخلوع، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الحوار. هذا قبل أن ندخل في تفاصيل الحوار وكيف يكون الحوار وبين من ومن. وقد سمعت السلطة الفعلية الجواب من الشارع، لكن نحن نتحدث بواقعية ونتحدث بموضوعية. إذا كان مؤسسات التي تحسب على السلطة مثل منظمة المجاهدين مثل جمعية علماء المسلمين ويرفضون هذا الحوار جملة وتفصيلة، ونحن يعني رأينا وشاهدنا ما وقع للأخ للماس رغم يعني شخصيته ووزنه، لما ذهب إلى يعني إلى تلك اللجنة انسحب بعد 24 ساعة وعاد إلى الحراك وعاد إلى الشعب. أنا أقول لهذه اللجنة مجتمعة وبدون استثناء، أنا ما أتكلمش يعني من شخص القضية، ولكن فقط نتكلم على اسم أو اسمين. احنا شفنا هذه ما يسمى بحدة حزام يعني، وكلامها الذي أساءت به إلى أبناء الجنوب، وكلامها الذي قالت يعني قالته بالحرف الواحد، قالت أنا سأبقى في لجنة بن يونس، في لجنة هذا كريم يونس، يعني مكرة. مكرة في من؟ في الشارع، في الحراك، في أبناء الشعب الجزائري. أنا أتحدى هذه اللجنة أن تنزل إلى الميدان، لا أطلب منها المستحيل، ولكن أقول لهم اختاروا الجمعة أو الثلاثاء وانزلوا إلى الشارع وحاولوا إن استطعتم حوار الشعب أو حوار يعني الحراكيين من أبناء الحراك في كل ولاية. ولهذا يعني حتى لا نقع مرة أخرى في فخ السلطة، نحن منذ خرجنا من أول جمعة كان هناك يعني إرادة للتشويه، هناك أيادي أجنبية، هناك أطراف خارجية، دون أن نتحدث عن يعني تصريحات العصابة آنذاك. احنا نذكر يوم قبل خروج يعني الشعب الجزائري في مسيرته وفي حراكه، نتذكر ما قلت يحيى أنها تبدأ بالورود وتنتهي بالدماء، والحمد لله إلى حد هذه الساعة باستثناء الذين سقطوا لأسباب متعددة ليس هناك عنف، لا لفظي ولا يعني عنف تخريب كما يقولون أو أي شيء. نحن محافظون قدر المستطاع. طيب جماعة. على سلمية الحراك. نعم. وعلى سلمية المطالب. فقط نحن ندعو كل الشعب الجزائري وأبناء الحراك المحافظة على الحراك. أنا سأكون صريح لأن هناك الكثير من الولايات فيه تراجع ربما لأسباب عدة، العطل، الحرارة، هناك أسباب أخرى حتى نكون موضوعيين، لأن الشعب يسمعنا ويخرج إلى الميدان ويرى. ولكن نقول بأن يعني قضية الاستسلام لم تكون، فهدفنا ومطالبنا ستتواصل بإذن الله تبارك وتعالى. نحن الحوار الحقيقي يبدأ لما تكون هناك نوايا حقيقية ونوايا حسنة، لما تكون هناك مقدمات للحوار الحقيقي. احنا نشوف غياب ورفض تام لكل الشخصيات. طيب جمال. التي يعني نعم نعم نحاول الاختصار فقط لأنه سيلتحق بنا ضيوف آخرون ويكفي حتى يكفينا الوقت.
باش نتكلموا على محاور عدة. أستاذ عماد، ماذا يمكن أن نرد على الذي يتهم الشارع اليوم؟ يقول أنه الشارع الجزائري الآن صار ديكتاتوريا. لماذا يقول يقولون ديكتاتوري؟ يقول لك بن صالح مرفوض، قايد صالح مرفوض، الانتخابات مرفوضة، الحوار مرفوض، بدوي مرفوض، الشخصيات المقترحة مرفوضة. ماذا يريد الشارع إذن؟ لا، هو الشارع ليس ديكتاتوري، هو الشارع قاعد تعرض عليه في شخصيات يعرفها هو، يعرفها، يعرف تاريخها، يعرف منين جات. هذه الشخصيات على أي معايير اختارت؟ اختارها الذين يريدون التفاوض. زيد على ذلك، الشعب يعرف مع من سيتفاوض، الشعب يعرف السلطة الحقيقية، فهو لا يتعامل مع الماريونات. هذا بكل بساطة، كاين معايير توضع لأسماء الأشخاص التي ستتفاوض. وبما أنه في طرفين في هذا الصراع أو الأزمة كما سماها قائد الأركان، الأزمة، وكاين الشعب اللي هو سبحان الله، في المادة 7، السلطة للشعب، السلطة للشعب، كاين سلطة للشعب، ويحوس يسترد هذه السلطة اللي تسرقت منه. نعم. بشهادة قائد الأركان أنها سرقت من طرف عصابة. أليس كذلك؟ نعرف بن صالح أنه فاسد، نعرف بدوي أنه مزور، وزور حتى 6 ملايين إمضاء في عهد اللي قائد الأركان الحالي كان هو قائد الأركان. يعني مع بمن تستهزئون؟ هل كما قال الأخ، هل كانت نية حسنة من حيث الحريات التي تقدمت؟ هل كانت نية حسنة من عدم التضييق على الناس السلميين؟ سبحان الله، الغابات تحترق، البيئة تحترق في الجزائر، ولم يوضع لها كل هذه الإمكانيات التي توضع في العاصمة لغلق العاصمة. من أين خرج كل هاد أفراد الشرطة مع شعب مسالم يحافظ على بلاده كما نرى منذ 24 سنة أحسن من السلطة؟ كيف أن يقول ديكتاتوري؟ لو كان ديكتاتوري في الأسبوع تاع الجمعة 30 مليون كنا ودخل المرادية ودخل القصر الشعب وجبدهم من ديارهم كلهم، وتشوفوا الديكتاتورية زي ما، ويكون عندكم جزاء شاوسيسكو. لكن لا نتمناه لأحد، لأننا نريد دولة، نريد إقامة دولة القانون، فيها القضاء يكون عادل، القضاء على الجميع، ماشي قضاء على العصابة، على جزء من العصابة اللي هو ضد الجزء الآخر من العصابة. قضاء عادل، ما يحكمش على حداد بست شهور ويحكم على إنسان هز عالم الهوية بعشر سنوات. هذا على وين حوسه؟ كيف ديكتاتوري لمدة 24؟ هذا الشعب صبر 57 سنة يا أستاذ عثمان، 57 سنة، لو ينطق الصبر لا يقول لهم تعريفي هو الشعب الجزائري. أحسنت. كيف بربك احنا ديكتاتوريين؟ احنا النادي على احنا الوقت اللي كانوا ينادي، كان الشعب ينادي سلمية ويقول الشيش والشعب خاوة، هما كانوا يبعثوا في الإبراهيمي والعمامرة للصين والبلدان الكبرى باش يعطيهم الضوء الأخضر باش يقمعوا الشعب. من هو الدكتاتوري؟ من هو الدكتاتوري؟ الدكتاتوري هو من أدخل مجاهد قائد الناحية الرابعة، يعني شهيد حي دخلوا للسجن من أجل أنه قال رأي ضد قائد الأركان. قائد الأركان الذي على مدى 20 سنة حمل عصابة، وهو اللي سماها العصابة، قائد الأركان اللي كانوا عنده جنرالات متورطين في الكوكايين. طيب قائد عماد، الأركان يا عماد اللي كان عنده جنرال. بعد الاجتماع الأخير يا عماد لهذه اللجنة، خرج كريم يونس للصحافة وقال أن هذه اللجنة مستعدة للنزول للولايات، زيارة الولايات، وأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار. ناس تسألوا، ألي هذه الدرجة كريم يونس لا يعرف بالضبط ماذا يريد الشارع؟ لماذا يريد أن ينزل إلى الغواطة أو أمبواخة وباتنا، أو قال ما ليستمع ماذا يريد الشعب؟ هل يحدي لهذه الدرجة هذه اللجنة لا تعرف ماذا يطلب الشعب، وتريد أن تضيع من وقت الجزائريين الكثير؟ هكذا تسأل الكثيرون. نعم، يا أستاذ عثمان، هما يريدون تضييع الوقت طمعا في أنه هذا الشعب سيرجع إلى البيوت. هذا ما يريدون، لذلك يجب أن تخرج مبادراتهم ميتة، والشعب قاعد يرد في الشارع. فقامة الشعب قاعد يرد بشعارات موحدة، الشعب قاعد يمد في طلباته بصوت واحد يوم الجمعة.
يعاودها يوم الثلاثاء. يعني سبحان الله سبحان الله لا تعمل سبحان الله والله سبحان الله ما لقينا واش نتكلموا، لانه يعني صراحه الاصم يسمع شعب كما هذا، الاصم يسمع شعب كما هذا، وهما لم يسمعوه. نعرفوا انهم يعتبروها مملكه، يعتبروها، وقلناها في الجمعه الاولى، هذه جمهوريه ماشي مملكه. صحيح. وسنسقط المملكه، هي مملكتكم، كانت مملكتكم على مدار 57 سنة، الشعب محاوس يرد جمهوريته وفقط، ليس ديكتاتوري. طيب. أنتم الديكتاتوريين. صحيح. الآن ننتقل من جديد للحراك الشعبي السلمي المظفر خلال هذه الجمعة، ترى كيف أجاب الشباب عن هذه التساؤلات التي أثارها كذلك أخونا جمال بخصوص الأعداد التي تناقصت. الشباب كانت لهم أجوبة مختلفة متعددة، نستمع لما قالوه. السلام عليكم خوتنا تاع الفيسبوك، ان شاء الله الفيديو هذا بارطاجيوه الماكسيموم، لان الذباب هذا طغى علينا، اللي قريب ماشي لحقنا المرحله، وانما قريب لحقنا المرحله انه اوهمنا بالاحتراق انتهى، وسيبو نرضوا بامر الواقع، نرضوا بالدوله العسكريه، نرضوا بالقيصر. هذا الفيديو كلشيات، هذا الفيديو كل واحد يحب التطبيل، البارح يطبلوا مع بوتريقه واليوم يطبلوا مع الكاي. هذه فيديو ليكم كاع، بارطاجيوها خاوتي باش تلحق لهم كاع الذباب هذو. ندور فيكم هنايا تولى انا كيما كنت متولى كرون بوست، شوفوا العقليه، شوفوا الذباب اللي قال لكم الحراك انتهى والقايد طغى على حراك، الذباب خويا الحراك مستمر، احنا دركا رانا اون بيرمانونس برك. الجماعه راهم كونجي، اللي راهو في البحر راهو في البحر، اللي راهو في ليترونجي في ليترونجي، اللي صح الهضره باذن الله مواد سبتمبر ان شاء الله. احنا مي صحنا لا سيرو لا بيرمانونس برك ان شاء الله، يعطيك اوني اون بيرمانونس ان شاء الله. هاك سمعتكم سمعتوا واش كان يهضر حبيبنا، الحراك بقوه اليوم الجمعه الرقم 24. والله ما تستاهل شعب كيما هذا، والله شو حبيبنا وش جاب هذا بوتفليقه اللي تروح في بطعام 28 عام، الحمد لله في فضلنا، هذه فضله وليست فضله يا ابناء العمارات يا جزائريين يلي راكم تروحوا تعوموا في البحر ان شاء الله تغرقوا كاع. قول لك كلمه للذباب، الذباب الالكتروني هذا، الذباب الالكتروني والباعوت الالكتروني، ربي مع الحق، ربي مع الحق، كلش فاني تدي غير فعلك، ما يدوم الا وجه الرحمن والوحداني وربي معنا. جمال اعود اليك، اذا هذه هي فكره الشارع الحراك، مثل ما كنت تستمع بالنسبه لي بكاريبي يونس يريد ان ينزل الى الولايات ليستمع لهذه المقترحات، وهي معروفه اننا لا نريد حوارا مع هذه العصابات، لا يمكن اجراء انتخابات مع هذه العصابات، لابد من ذهاب بن صالح لانه ليس رئيسا شرعيا ولا قانونيا، كذلك بالنسبه لبدوي كان يحرص على الفساد في عهد بوتفليقه، فلماذا هم يريدون تضييع الوقت مثل ما كان يقول اخونا عماد؟ والله نحن تكلمنا من قبل وتحدثنا عن هذه القضية، قلنا بأن مطلب الشعب ومطالب الشعب لا زالت هي فمطلب يعني ذهاب بدوي وبن صالح لا زال في شعاراتنا في كل المسيرات منذ أن بدأنا إلى هذا اليوم. نحن نعرف من هو بدوي ونعرف من هو بن صالح ونعرف من هي المؤسسة العسكرية، ولكن الواقع شيء والكلام شيء آخر، فنحن سنواصل حراكنا ولم نقل بأننا سنتوقف ولم نتوقف بإذن الله، الحراك متواصل ولم ندعو إلى توقفه حتى تحقيق جميع أهدافه، والأهداف معروفة وهي الهدف الأول هو التغيير الحقيقي، ونحن لم نصل إليه بعد بل لم نخطو الخطوة الأولى للتغيير. ولما تكلمت عن الحوار قلت أنه من حيث المبدأ
ليس هناك أي إنسان ضد الحوار أو ضد التفاوض، ولكن في كيفية إدارة هذا الحوار وما هي الآليات وكيف نصل إلى حوار حقيقي مباشر يخرج الجزائر من أزمتها. فنحن الشيء الذي يهمنا أكثر من السلطة يهمنا البلد وتهمنا الجزائر. إذا كان احنا منذ سنوات قلنا بأن هذه عصابة وكنا نتحدث عن العصابة وأذناب العصابة، هم اليوم اعترفوا بأنهم فعلا كانوا مع العصابة، عصابة 20 سنة وأكثر، يعني كانت هناك عصابة حقيقية، والدليل أن أغلبهم الآن موجودون في السجون. ولكن يا جمال، يا جمال، أنت أشرت إلى الأعداد وقلت بأنها تتناقص، ولكن هناك من يرد عليك يقول لك ليست العبرة بالأعداد، الأقلية دائما هي التي تنجح في هذه الأمور، العبرة بالفكرة، العبرة بالصمود والثبات والبقاء والتشبث بالحق، هذا هو الأصل. ولذلك حتى في الثورة التحريرية كانت الناس تقول يا جماعة تبوا تحاربوا الاستعمار وأنتم ما عندكم سلاح، ما عندكم قوة كذا كذا، ولكن 22 من الناس داروا لجنة ونظموا ثورة، شيئا فشيئا خلاص اختطفها الشعب واحتضنها. لذلك هم يعلقون على هذا التناقص الأعداد، يقولوا لا، لا تعتبروا بهذه الأعداد، ما دام الفكرة موجودة فدعوها. يا أخي نحن لما قلنا الواقع، ولكننا لم نقل بأن الحراك سيتوقف، ولم نقل بأننا يعني نستسلم للأمر الواقع. فنحن مقتنعون بهذا الطريق، وناضلنا من أجله سنوات طويلة، ولا زلنا نناضل بإذن الله تبارك وتعالى، وسنواصل الطريق، سنواصل هذا الطريق حتى ننتصر بإذن الله تبارك وتعالى، والانتصار يكون للشعب الجزائري كله. فيعني الآن نحن أمام واقع يعني نعيشه الآن، وهو أن الشعب الجزائري لن يعود إلى الوراء ولن يستسلم. حتى الذين يقولون بأنه ربما قد تكون هناك انتخابات مستقبلا دون إيجاد حلول، فنحن نقول بأن سلاحنا منذ سنوات طويلة، قاطعنا رئاسيات، قاطعنا عدة انتخابات برلمانية، قاطعنا وعطت نتيجة كبيرة. لحد هذه الساعة حتى ولو أرادوا إلى الذهاب لانتخابات مزورة، هناك سلاح في أيدي الشعب وفي أيدي الحراك، وهو المقاطعة. ونحن نعتقد أن السلطة لن تلعب هذه الورقة مرة أخرى، لأن السلطة الآن هي التي في مرحلة ارتباك وليس الشعب، السلطة هي التي وقعت في ارتباك، والدليل على ذلك ما وقع بين السلطة الفعلية و يعني مجموعة الرئاسة، رئاسة الدولة بن صالح، وهذه اللجان المتتالية تاع الحوار، يعني اللي مصيرها الفشل، مصيرها الفشل. يعني والدليل على ذلك ما نراه الآن، يعني من انقسام من داخلها واستقالات من داخلها، ولا تستطيع حقيقة أن تنزل إلى الميدان. طيب هذه اللجنة تعرف ما هي مطالب الشعب كما ذكرت في مقدمتك، إنهم يريدون أن ينزلوا إلى الشارع ليسمعوا. فالعالم كله سأعود لك جمال، سأعود لك جمال. نرحب بانضمام الأستاذ مسعود بوديبة النقابي التربوي، رئيس نقابة الأساتذة الكنابست، معنا من الجزائر. أستاذ مسعود، السؤال الذي يتبادر للأذهان، كيف يمكن تقييم هذه الخطوات من أجل الحوار؟ الحوار لم يبدأ بعد، هو مجرد مشروع، لكن كثرت الاختلافات والأفكار حوله، ما إذا سينجح أم لا؟ والكثيرون قالوا لن يكتب له النجاح طالما ليس نزيها ولا مسؤولا ولا مستقلا، عن اللجنة يتحدثون. أستاذ مسعود، أستاذ مسعود بوديبة ليس معنا. أستاذ مسعود، نحاول الاتصال به من جديد. يا إخوة، نعود إلى عماد من جديد. نعلق الآن على بيان المجاهدين. منظمة المجاهدين الأيام الأخيرة فهمت بالضبط لغة الشارع، عكس منظمة المجاهدين أيام بوتفليقة، في عصابة بوتفليقة ترى بأن البيانات كلها تنتصر للحراك الشعبي، تنتصر للإرادة الشعبية. في البيان الأخير محمد الحاج اللي هو صار أمين عام قال لن يكتب النجاح لهذه اللجنة، لن تذهب بعيدا. لماذا؟ لأنه ليست مستقلة ولا نزيهة ولا شفافة. استمعوا لما يقوله الشعب. ماذا يمكن أن نعلق على بيان المجاهدين؟ هذا هو سؤالي عماد.
والله صراحة منذ بداية الثورة، ثورة الشعب السلمية، ومواقف يعني الأمانة على المجاهدين يعني صراحة مشرفة يعني، وتشرف كل 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 من جاهد على هذا الوطن. ويبدو أنه فيه تناطح، تناطح وفي أزمات، وفيه ربما فئة، من المجاهدين الأقحاح اللي أصبحوا لا يرضوا بأنه يعني هذه الأمانة اللي تمثل المجاهدين الحقيقيين تكون يد من أيدي العصابة، وهذا مشرف لها. حب برك يا أستاذ عثمان إذا سمحت لي ربما ما علقتش على العدد وتناقص العدد. والله أنا نشوف فيها، خير كبير يا أستاذ عثمان. لماذا؟ من أي باب؟ يعني على مدار 24 أسبوع يعني شوف برك، حتى كاين وجوه كنا نظنها مع الثورة ومن المناضلين الكبار، وبدا الغربال يغربل، ونشوفوا النفاق، ونشوفوا وداروا للجهات الاخرى ومشاو للجهه واصبحوا ضد الثوره. خرجوا القضاة في الاسابيع الاولى وفرحنا وقلنا هيا رايحين نشوفوا عداله مستقله، ومن بعد بينوا لنا ان ما كنا نقوله عن سلك القضاء وفساده حقيقه مره، بحيث فيه وكيل جمهوريه وقاضي حكموا بسجن المجاهد برقعة. بالنسبه لمنظمه المجاهدين وحتى جمعيه العلماء على علماء المسلمين يعني كان مواقفهم مشرفه. نتمناو انه كل المنظمات وكل الجمعيات تلحق الثوره قبل فوات الاوان، لاننا محتاجين لكل مؤسسه، كل جمعيه، كل منظمه تكون يعني واقفه على رجليها وتكون عندها مواقف في هذه الثورة المجيدة اللي رايحة تكون في صالح كل الشعب، بدون استثناء سمح حتى عماد. أفراد العصابة. سمح لي عماد فقط أعطي فرصة للأخ ينتظر على الهاتف، سأعود إليك. مسعود بوديبة أرحب به مجددا، النقابي التربوي رئيس نقابة الأساتذة الكنابست من الجزائر عبر الهاتف. كنت أسألك سيد مسعود قبل أن يحدث الانقطاع حول ما يدور عن هذا الحوار الذي كثيرون وصفوه بالمفخخ، لا يخدم الحراك، بل الحراك في حد ذاته وصفه بأنه لا حدث طالما أنه لا يمكن أن نجري حوارا في ظل هذه العصابات. كيف تقيم هذه الخطوات وكل ما يجري حول الحوار وكذلك هذه اللجنة؟ بداية نحن كنقابات في كونفدرالية النقابات الجزائرية منذ البداية. نعم أستاذ مسعود، يبدو أنه فقدنا الأستاذ مسعود مرة أخرى، وأعطي الكلمة لأخي عماد ليكمل إجابته. تفضل عماد. والله هذه في نفس الفكرة يا أستاذ عثمان، هو يعني الشعب ينتظر كما قال الله. كنا نثمن موقف المجاهدين والعلماء. كنا نثمنهم، وينتظر ايضا ان مؤسسه الجيش سليل جيش التحرير انه تكون عنده مواقف مشرفه ويخرج ويبين حسن النيه نتاعو، على الاقل حسن نيته باقاله المزور بدوي، باقاله بذهاب بن صالح. لا يا رجل، هبلونا هما ودبابهم بالفراغ الدستوري، ها نحن في فراغ دستوري، والجزائر هي الجزائر وشعبها هو شعبها. بيننا حسن النية، خلينا نروح لحوار كما تسميه، حوار حسب منطلق الشعب اللي عنده السلطة بمجالس شعبية يخرجوا فيها ناس شرفاء يشوفوهم قادرين يمثلوهم باختيار الشعب، بدون ما أنت كسلطة حكومية تنوض توسخهم بإعلام فاسد أصحابه في السجن. بالتالي كما قال الأخ من بيتنا، شكون اللي يرفض حوار؟ تمشي به بلادنا إلى ما نريده، إلى دولة القانون ودولة الحريات. طيب عماد سمح لي، عاد لينا أستاذ مسعود، إن شاء الله هالمرة نسمع مسعود بوضوح. تفضل أستاذ مسعود. إذا قلت بأننا نحن كنقابات انخراطنا كلي وبدون شروط في الحراك الشعبي السلمي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب الشعبية
ولبناء دولة جزائرية جديدة يحلم بها الجميع. ثانيا، عندما نتكلم عن الحوار كقيمة حضارية كقيمة سياسية مجتمعية، نظن بأن الحوار بمنطلقاته وبالفضاء الذي يؤسس للحوار، عندما يكون عندما يطعن من طرف الحراك الشعبي السلمي، وعندما لا يلفت الانتباه ولا يثير فضول، نظن بأن هذا هو في منطلقته أعلن الفشل. لأن طريقة أو الفوضى التي تم بها الإعلان عن اللجنة والمسار القصير الذي قطعته هذه اللجنة والتناقضات والتصريحات يعني التي أثارت العديد من الجدل مست في الصميم بمبدأ الحوار الذي اعتمدته هذه اللجنة. ثالثا، عندما تعطي لنفسها عنوانا كبيرا، يعني لجنة الوساطة وإدارة الحوار، هذا عنوان كبير، الوساطة وإدارة الحوار، يفترض في أصحابه أنهم يكونوا في مكانة هم الحكماء وهم السياسيين وهم يعني أناس لهم مقدرة على فرض نفسهم على الجهات، على كل الجهات بحكمهم وسطاء. طيب يا سيد مسعود، لما لا تفسر رفض هذه الشخصيات، شخصيات وطنية سياسية تاريخية وطنية، كل هؤلاء الذين استدعوا لهذه اللجنة وجهت لهم دعوة على أساس أن هذه القائمة ستتوسع، يصير فيها 23 شخص أعتقد، كل هؤلاء رفضوا، في رأيك أنت لماذا رفض هؤلاء كلهم هذه اللجنة أو الانضمام إليها؟ الرفض سببه ما قلته في البداية، هو المنطلقات التي تم بها الإعلان على هذه اللجنة أولا. أيوة. ثانيا، هذه اللجنة هي نصبت نفسها وسيطا ومكلفة بإدارة الحوار بتزكية من سيد بن صالح، وكأنهم الآن هم معينون من طرف سيد بن صالح للقيام بالوساطة وإدارة الحوار. وبالتالي ونحن نعلم مسبقا بأن الحراك الشعبي بمطلبه الأساسي اللي هو رحيل الباءات، نظن هذا المطلب هو مطلب أساسي لإنجاح الحوار. وبالتالي عندما يكون المنطلق الأول يمس بمطلب أساسي بالنسبة للحراك، معناها هو رفض آلي بالنسبة للشعب الجزائري لهذه اللجنة، وهو يمس ويطعن في هذه اللجنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو التركيبة المعلن عنها والتي يدل بأنها لم تحضر نفسها جيدا، والاستقالات التي تمت بها لا خير دليل على ذلك. الأمر الثالث هو التصريحات التي تمت وما أثارته من نقاشات وتساؤلات عن ماهية هذه اللجنة ومستوى هذه اللجنة. وبالتالي نحن نقول بأن الطريقة التي تم بها الإعلان عن اللجنة والتركيبة المشكلة للجنة وطريقة عمل هذه اللجنة في هذه المرحلة القصيرة منذ البداية أثير حولها الشكوك وتم الطعن في مصداقيتها ومكانتها. طيب ماذا عن قايد صالح؟ سيد مسعود، ماذا عن قايد صالح؟ ألا ترى بأنه ناسف هذه الخطوات التي وضعت كأرضية للانطلاق التي قدمتها هذه اللجنة لبن صالح، وقد قال سننظر فيها مسألة إطلاق صراحة هؤلاء سجناء الرأي وسجناء الرايات، كذلك التخفيف الأمني، التخفيف من الاعتقالات وهذه والرقابة، ولكن قايد صالح كان لا يريد إملاءات. هذه اللجنة لا يمكنها أن تكون في مكان وسيط. نعم. اللجنة التي لم تضبط أمورها مع السلطة وفرض إجراءات التي تراها هي مناسبة مثل ما يقولون، في البداية كان يسوق لها بأنها شروط وأصبح الآن يسوق لها بأنها إجراءات، وهي إجراءات أساسية أولا لقبولها كلجنة للوساطة والحوار. وبالتالي عندما تفشل في المنطلقات الأولى، إذن هذا يجعل هذه المنطلقات هي منطلقات تؤسس للفشل وليس للنجاح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الرابع، أنا قلت هذه اللجنة سمت نفسها لجنة الوساطة وإدارة الحوار،
وقلت بأن الوساطة يفترض فيها مكانة معنوية تسمح للجميع بأنه يكون مستعد للسماع إليها ومن يدعى إليها يعني الاحتمال الأكبر أنه يلبي الدعوة. إذا هذه اللجنة التي وضعت نفسها مكان الوسيط وتؤسس للجنة حكامة. أي نعم. إذا كان هناك لغز وهناك صحيح. هناك أمر غير مقبول في هذه المسألة. معناها هم يعترفون بأنه ليسوا في مكان أهلاً. الحكماء وليست في مكان في العقلاء. ما دام نؤسس للجنة حكماء وعقلاء. إذا لماذا لا تكون هذه اللجنة لجنة العقلاء والحكماء هي التي هي لجنة الوساطة والحوار؟ لماذا اللجنة هذه التي زكاها أو زكتها السلطة هي التي اليوم تصبح تنصب لنا لجال الحكماء والعقلاء وممكن هذه اللجنة تنصب لنا لجنة أخرى؟ إذن هذه الأمور وهذه الخطوات أولا تمس بمصداقية الحوار كحوار، وأنا قلت منذ البداية بأن الحوار يفترض فيه الاهتمام ويفترض فيه الفضول ويفترض اننا ننتظر يعني مسارها واجراءاتها. للاسف اليوم عندما نشاهد مثل هذه الامور هذا الامر يطعن في اولا يطعن في الحوار، يطعن في مسار الحوار، ويجعل الجميع يحكم منذ البدايه بانه مهما كان الحوار الذي يحدث فمخرجاته اكيد لن تكون مطابقه لما يطمح اليه الشعب الجزائري. طيب ماذا عن حصر الحوار فقط عن الانتخابات؟ لا تتحدث الا عن الانتخابات. المنصب شاغر لابد ان نملأه باي شخص، تحدثوا فقط عن الرئاسيات وليس امر اخر. هذه المساله هي تدل على غياب الاراده الفعليه للتاسيس للسياده الشعبيه والاراده الشعبيه. لأنه عندما نناقش وفقط وبإملاءات فوقية بعيدا عن الإرادة الشعبية والسيادة الشعبية يحدد المسار، نظن بأن هذا كذلك لا يشجع على أننا نوفر لأجواء الطمأنينة والثقة والأمان. نحن نوفر لأجواء يعني قلقة جدا، ونظن بأن مثل هكذا خطابات التي صحيح. التي تظهر بمفهوم السلطوية وبمفهوم القرارات الفوقية، هذا الأمر عشناه ولعشرات السنين. نعم. والنتيجة أن الجزائر قيمتها وسمعتها في الحضيض، ولا يمكن بهذا المسار أننا نؤسس لمؤسسات شرعية، ولا يمكن بهذه الطريقة أن نؤسس لانخراط شعبي قوي. نعم. ولا يمكن بهذه الطريقة أن نجعل الشعب ينخرط وبقوة في بناء مؤسساته وهو أساس بناء يعني المحطات الأخرى سواء ما تعلق بالجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي. إذا لم يكن هناك قبول ورضا وطمأنينة عند الشعب وانخراط شعبي، نظن بأن المستقبل سيكون غامضا والغموض لم يخدم يعني مستقبل الدولة الجزائرية. مسعود بوديبة القيادي النقابي رئيس كتلة نقابة الأساتذة الكنابيست، اختصارا شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. الآن نأتي إلى دور المرأة. المرأة كذلك حضورها كان لافتا ليس فقط الأسبوع الأخير بل طيلة هذه الأسابيع الأربعة والعشرين، حضورها كان لافتا بترديدها لمختلف الشعارات بتلك اللافتات بمساعدتها للرجل ولنجاح هذه المسيرة. نشاهد نسوة وهن يرددن هذه الشعارات. تحية حارة لحرائر الجزائر وهنا يرددنا هذه الشعارات. جمال أعود لك من جديد، الحديث عن هذه الإملاءات
الأستاذ مسعود بوديبة من الجزائر قال لا يمكن أن ينجح هذا الحوار طالما أنه في إملاءات، هو سمى بمصطلحين مهمين، قال أنه السلطوية والأبوية هما عاملان يحولان دون النجاح هذه الخطوة، خطوة الحوار لا يمكن أن ينجح ذلك، لأنه قايد صالح أعطى إملاءات وقال هذا الذي يجب أن يكون، أما أن تخرج عن إطار الحوار عن إطار الانتخابات فلا حوار. عكس بن صالح اللي ربما أحرج بتدخل قايد صالح لما قال في الأول سننظر في هذه المطالب، جاء قايد صالح في خطابه الأخير رفض كل شيء، قال فورا بمعنى لابد أن ندخل في الحوار انتخاباته فقط. أنا قلت في البداية أن الرئاسيات بيد الشعب قبل أن تكون بيد السلطة، لأننا لا نتجر في انتخابات سابقة، وبالتالي ورقة الرئاسيات أعتقد جازما أنها بيد الشعب الجزائري وبيد كل أبناء الحراك الشعبي الوطني. ثم أنا والله أتساءل عن أي لجنة يتحدثون، هذه اللجنة يعني الآن استطيع أن أشبهها بالمعارضة المدجنة من قبل التي كانت تتحدث باسم الشعب. عندما ترى معارضا السيارة التي يقودها سيارة السلطة، الحراس نتاعو الحراس نتاع السلطة يقيم في نادي الصنوبر، ثم بعد ذلك يقول لك أنا معارض للسلطة. كذلك هذه اللجنة، هذه اللجنة هذه خرجت من رحم السلطة وتحت رعاية السلطة وبإمكانيات السلطة، كيف تستطيع أن تكون مستقلة في قراراتها وفي اتصالاتها وفي قوة حجتها؟ وإحنا شفنا أبسط مطلب لم تستطع تحقيقه لا عن طريق بن صالح ولا عن طريق قايد صالح، وبالتالي فهي ولدت ميتة. الأصل أننا لا نناقشها أصلا فقط من أجل التبيان للشعب الجزائري. ثم كذلك إذا كان هذه اللجنة تتحدث وتريد يعني أن تكون يعني كوسيط بينها وبين الحراك، الكثير منهم لم ينزلوا ربما ولو مرة واحدة للشارع، هم يخشون الشارع. احنا شفنا الشارع طارد الكثير، حتى رغم أننا يعني نحن كمبدأ لا نريد أن نطرد أي شخص خاصة ما يسمى بالمعارضة، شفنا الكثير من الأسماء طردت في الكثير من الولايات، هم هذه اللجنة لا تستطيع أن تنزل إلى الميدان. ثم كذلك نتحدث عن الإعلام، هي أول ما تحدثت يعني كان الأولى أن تتحدث عن الإعلام. صحيح. يعني الإعلام مهم جدا في هذه المرحلة، الانفتاح. احنا نشوف بأن الإعلام العمومي اللي يدفع المواطن الفاتورة نتاعو، ما نقولوش عندنا إعلام خاص لأن الإعلام الخاص ما كانش في الجزائر، كلها إعلام يعني وسائل إعلام تابعة للسلطة بدون استثناء، ما شفناش قناة واحدة. يعني شفنا في البداية، بداية يعني ربما حتى الجمعة الرابعة والخامسة كان هناك شبه متابعة للحراك، لكن الآن يعني وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لا يحدث، لا يوم الثلاثاء ولا يوم الجمعة ولا بقية الأيام باستثناء قناة المغاربية التي رافقت الحراك منذ البداية حتى هذه اللحظة. يعني هذه نقولها يعني بوضوح وبدون يعني مغالات، هذه حقيقة يشهد الشعب. نقول لهذه اللجنة على الأقل هيا افتحوا الإعلام، إذا كان عندكم سلطة افتحوا الإعلام، يعني ينزل الإعلام العمومي إلى يعني الساحات سواء في العاصمة أو في باتنا أو في وهران أو في أي مدينة. لا يمكن أن تقول ذلك يا جمال، لا يمكن أن تقول ذلك هذه اللجنة لأنها ليست مستقلة، لا يمكن أن تطلب ذلك، هي تطلب فقط. نعم، ولهذا قلت لك يعني كان الأولى بهم أن يستحوا، لا يستطيعون تحقيق أي شيء. حتى قضية الحكماء اللي يتحدثوا عليها، كان الأولى الحكماء هم اللي يعملوا اللجنة، ماشي اللجنة هذه تعمل الحكماء. وما أكثر الشخصيات الوطنية في الجزائر. صحيح. ننطرح السؤال فقط، لماذا رفض حمروش؟ لماذا رفض الإبراهيمي؟ جمعية العلماء؟ منظمة المجاهدين؟ الكثير من الشخصيات. نعم. رفضت لأنها تعلم أنها لا تستطيع أن تقدم أي شيء يعني في صالح الحراك، وبالتالي على الأقل هؤلاء يتخندقون مع الحراك ويتخندقون مع الشعب الجزائري. ونقول لهذه السلطة يعني حتى إذا كانت تحدثوا عن العصابات وماذا كانت تفعل في يعني كل الشؤون يعني اللي تخص المواطن الجزائري،
احنا عندنا حرايق على مستوى الكثير من الولايات، من بجاية تيزي وزو، الخنجلة، في بوحمامة قبل البارحة، في قسنطينة، في ميلا، وهم يبذرون الملايير. يقول لك الاقتصاد في خطر، ملايير في تيمقاد، ملايير في شميلة. لو كان جات تحيي هذه الوزيرة من حكومة بدوي، يعني الشعارات اللي رفعوها لها داخل هذه الملتقيات كريتو البلاد يا سراقين وغيرها من التصفير ومن أمور أخرى كانوا يستحيوا على الأقل. هذا بدوي الذي يريد أن يبقى رئيس للحكومة، وهو الذي اعترف بست ملايين استمارة مزورة، لا أحد يقبله، نحن لم نقبل هذا. وشعاراتنا لا زالت تطالب برحيل هؤلاء سواء بدوي أو بن صالح، وسنواصل ذلك لا محالة. نعم. طيب عماد، ألا ترى بأن خطاب قايد صالح الأخير يرسخ سطوة العسكر، يرسخ التدخل السافر في المشهد السياسي، عوض ما جرى في البلدان الأخرى؟ تذكر ما حدث في جنوب إفريقيا، نظام الأبارتايد نتيجة لقوة الحراك هناك في جنوب إفريقيا أيام مانديلا رضخ إلى التفاوض الأخير، وكذلك بالنسبة للسودان، السودان ليس علينا ببعيد، الأيام الأخيرة اتفق العسكر مع الشباب الذين هم يقودون هذا الحراك وأصدروا ما يسمى بالتعديل الدستوري والمضي إلى الأمام من أجل أن تكون هناك حكومة مدنية. في الجزائر عكس تماما، العسكر يريدون فرض سطوتهم، حتى أنه أنا أذكر جدا محمد العماري قبل ما يتوفى سألوا واحد من الأشخاص، قالوا ألم يحين الوقت بأن تنزاح عن المشهد السياسي؟ قالوا لا. هل رأيت صاحب بيت يعطي مفتاحه لشخص آخر؟ هكذا أجابه. هذه الكلمة الآن تتكرر مرة أخرى مع قايد صالح، هو الآمر وهو النهي. جمال كان يتحدث على بدوي، ولكن قايد صالح هو الذي أراد بدوي أن يبقى، هو الذي أراد بن صالح أن يبقى، ولذلك هذان الشخصان بن صالح وبدوي ليس بمقدورهما البقاء أو الذهاب، وإنما قايد صالح هو صاحب الأمر، أليس كذلك؟ طبعا، وقلت لك قبيل يا أستاذ عثمان أنهم يعتبرونها مملكة، مملكة خلاها لهم الأخ. وزيادة على ذلك، ماذا تنتظر؟ أنت تكلمت على العماري، ماذا تنتظر من عند واحد تربى على أيدي نزار والعماري وبالخير وغيره من المجرمين؟ يعني كان 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 عندهم، كان معهم من تسعينات العام، من عقد التسعينات إلى حد الآن. احنا الآن مناش في، هو أثبت أننا مناش في دولة مدنية. نعم. كانوا يكذبوا علينا ديما، يقولوا لنا أننا مدنية وعندنا دستور مدني وكذا، لكن كنا نقولوا ديما أنها عسكرية، وأثبت يوم الثلاثاء الماضي أثبت أنها عسكرية بخروجه، ويعني وبعقلية عسكرية تناطحوا على المباشر مع رئيس دولته اللي كان أعطى تسهيلات شوية، يعني أعطى تسهيلات لما يسمى بلجنة الحوار، أحرجه. خرج على المباشر أمام أشبال الأمة، أشبال الأمة المتفوقين اللي يعني ما عندهمش مستوى رابعة، يعني متفوقين. الناس هذيك نجحت بتسعة بمعدلات تقريبا عشرة، يعني في السيزيام كما نقوله، يعني ربما يعرفوا يقرأوا أحسن منه بكثير، ويعرفوا يكتبوا أحسن منه بكثير، ليقول الشيء اللي قالوا رئيس دولتكم كله في البوبال كما يقول بابا ربي يرحموه، كل شيء في البوبال، وأنا اللي نصرف، وأنا اللي نقوله من هنا، نقول لكم روحوا لانتخابات رئاسية، ويضيفوا لها بين قوسين ديما يا أستاذ عثمان شفافة ونزيهة. إيه؟ لو كانت شفافة ونزيهة لما قلتوها 57 سنة، ألم يشارك هو في أربع انتخابات مزورة؟ ألم يكن يقول لنا لما كنا نعرضه في العهدة الرابعة أننا تعزيت سكر؟ ألم يقل لنا أننا مغرر بهم لما كان فخامة الشعب يطالب بأنه ما كانش عهدة خامسة وقالها فخامة الشعب ودارها؟ ألم يكن نفس قائد الأركان الذي كان يعمل عند العصابة اللي سماها هو عصابة؟ ألم يكن قائد الأركان هذا، ألم يكن يأتمر من طرف إنسان ما عنده حتى سلطة دستورية اللي هو السعيد بوتفليقة، وسماها العصبة الغير دستورية، وبعد يخرج يحوس يعطينا بلاد ويقول لنا نحن في أزمة والاقتصاد راح يروح؟ هل تعرفوا أنتم آليات الاقتصاد؟ هل تعرفوا آليات استرجاع الأموال؟ شوف نعطيك مثال فقط يا أستاذ عثمان، فضلي. حداد في السجن، كوني ناف في السجن، صح؟
راه براب دخل للسجن واليوم ألحق دخلوا السجن واليوم يعني ألحق سراقين واليوم ألحق بالفريق وزيران الغازي وكذلك زعلان. لا نهضر على أصحاب الأموال يا سيدي، خلينا من الفاسدين نتاعهم اللي كان هو يحمي فيهم. أصحاب الأموال اللي بداوا يستغناوا إلا من عهدة بوتفليقة يعني مع السعيد. إيه. يعني هذا وش يعني؟ يعني أنه كل الأموال اللي يملكوها تاعنا. لا الآن مازال يسير ربوح حداد، أخ حداد مازال يسير في المؤسسات. وينية الآليات لاسترجاع الأموال كما فعل مهاتير لما استرجع أندونيسيا؟ نعم. أندونيسيا وجاب 50 مليار في ثلاث أيام إذا كنت تذكر يا أستاذ عثمان. صحيح صحيح. وقالها للشعب ووكيل جمهورية الدولة خرج وقالها، قال استرجعنا 50 مليار. أين الشفافية والنزاهة؟ أي وين هو هذا الشعب؟ وين يعرف وين راحت أمواله؟ وين يعرف قداش سرق كونيناف وقداش سرق حداد؟ وجاي تكلمنا على اقتصاد راح يسقط. صحيح. الجزائر من بكري عايشة بقدرة ربي. سبحان. قالها القذافي وقالها بوتفليقة، كون نديروا في الإعلام نكتبوا في الإعلام هذا نكتبوا فيه الله غالب. احنا ماشيين بقدرة ربي من بكري، ما تعلموناش آليات وميكانيزمات الاقتصاد. طيب. أعطيونا حقنا في دولة القانون، الدولة المدنية اللي حاربوا عليها أجدادنا، اللي ماتوا عليها أجدادنا، واللي يعني صراحة استهزأتم بدمائهم، استهزأتم بدمائهم لدرجة أنه أصبحوا مجاهدين كبار يدخلوا للسجن. نعم. وناس إماعات يسبوا جميلة أبو حيرب، وراهم الآن نواف في البرلمان، برلمان الحفافات، حكومة بدوي لم نره منذ شهور، بدوي رئيس الحكومة لم نره منذ شهور، كاين حكومة كاملة تخلص بكل ما عندها من وهي مرفوضة ميدانيا. عماد هذه الحكومة مرفوضة ميدانيا، أي وزير يتجه لزيارة ولاية أو مراقبة مشروع يستقبل من قبل الشعب بالسب والشتم والتنديد وما إلى ذلك، وهذا الذي حدث أشار جمال لهذا الوزير الثقافة. حيوي عليها فخامة الشعب الجزائري وزيرة ما يسمى بالثقافة واللي خرجت التيمقاد وجميلة بسلمية كانوا قادرين يأكلوها، لكن بسلمية أثبت الشعب وعيه، أثبت إلى أي درجة، لدرجة أنه للماس ويعني بقدره يعني وبحكمته وكنخبة محترم في أوساط الشعب الجزائري غلط سلك مع فخامة الشعب. طيب عماد، فما بالك اللي ما عندهم حتى كفاءة. إذن حدث هذا في تيمقاد وكذلك جميلة وكذلك في عين البيضاء، حتى لا ننسى عين البيضاء ولاية مبواقي، هنالك من الشباب والناشطين الحقوقيين من نظموا وقفة هنالك احتجاجية على هذه الزيارة وألغيت هذه الزيارة، لم يصل وزير الطاقة إلى مدينة عين البيضاء وألغيت هذه الزيارة. الآن نذهب إلى تلمسان مشاهدينا الكرام لنشاهد هذه الوقفة الاحتجاجية هناك ثم نعلق عليها. سلمية حتى نجيبوا الحرية، نرحب مشاهدينا الكرام بانضمام الناشط الميداني عبد الكريم علي دحمان من تلمسان ليشرح لنا بالضبط أسباب وعوامل هذه الدوافع هذه الوقفة، لماذا بالضبط يا عبد الكريم؟ السلام عليكم الأخ عثمان، والسلام على كل مشاهدي قناة المغاربية وإلى كل أوفياء الأخ عثمان. شكرا لك. البارحة قمنا بوقفة أمام مقر ولاية تلمسان لنتحدى هذا الوالي المجرم والفاسد الفاسد. احنا مازال نقولوا للوالي تلمسان ديغاج وكل حساب ديغاج، ونزيدوا نقولوا الافلان ديغاج والاران دي ديغاج، ونقولوا الوالي في الحراس ان شاء الله هذه الشيء يفتحوا عليها محضر يا الاخ عثمان. احنا اربع نشطاء من الحراك الشعبي
لا يرفع علينا دعوة قضائية هذا الوالي الفاسد، رائحة الفساد وصلت خارج الوطن، خارج الوطن، لأننا قمنا بطرده من أمام في رمضان والأسبوع الماضي. يرسلونا استدعاء من طرف الأمن الولائي تاع تلمسان ويسمعونا، ومن طرف من يسمعونا؟ من طرف جماعة تاع البياري اللي كان عندنا معهم مشكلة في رمضان. طيب وماذا حدث في رمضان بالضبط حتى يفهم معنا المشاهد؟ لا يصلح هذا الوالي تاع تلمسان حتى يفهم معنا المشاهد، ما الذي حدث في رمضان بالضبط؟ ما هو النشاط الذي ألغي؟ في رمضان وش اللي حدث في رمضان؟ في رمضان قمنا بطردهم من أمام عند خروجه من المسجد، وبالضبط في ساحة الأمير عبد القادر. هذه الساحة معروفة بتلمسان وهي المكان التي ينطلق بها المسيرة الحراك. ثم بعد ذلك تم استدعائكم، أعطوكم دعوات استدعاء. تم استدعائنا من طرف مصالح الأمن ولاية تلمسان الأسبوع الماضي، ونحن أربعة: عبد الغني علوي، سيد أحمد مدلش، وعبد القادر بالعربي، وأنا معهم. وهناك أيضا من أساتذة الجامعة أعتقد الآن في السجن. هناك عندنا أساتذة بن حبيب وعصام، وعصام عندنا مريض بمرض مزمن، وهو مرة على مرة يقوم بإضراب عن الطعام، وحالته حرجة جدا، وهو في حالة خطيرة جدا، وهو لم يقم بشيء. هذا داروا له بخ ودخلوه للسجن الأخ عثمان. والهدف من كل هذا هو يعملون ليلا نهارا لإضعاف الحراك الشعبي بتلمسان. وأنا نقول لكل الشعب الجزائري أن التغيير يبدأ من تلمسان. إحنا عندنا مافيا كبيرة تخدم مازال تخدم مصالح سعيد بوتفليقة والمجرم تاع يحيى اللي راه في الحراس وجمال ود عباس. طيب يتحدثون كثيرا في تلمسان عن الطيب لوح، يقولوا أنه عنده عصابة كبيرة هناك، عنده أبناء عمومته لأفراد عائلته متورطين في الفساد، ولكن لحد الساعة السلطات لم تبشر أي تحقيق معه. مافيا بيتي لمسان وعندها مافيا بناء في الحدود الجزائرية المغربية. من هو؟ نواحي المرسى بن مهيدي. طيب لوح؟ لوح وجمال ود عباس، جمال ود عباس والسعيد. عصابة كبيرة الأخ عثمان، عصابة كبيرة راه عندنا في تلمسان، مافيا كبيرة. كيفاش أنا نبلغ على قضية فساد يجي واحد أنا بلطاجي فرطوت يجيني حتى للدار يهددني، والوالدة تاعي راها مريضة طريحة الفراش، وأنا استنجدت بالسيد قايدي. إلا أن المنجل اللي راه يدور في تلمسان حافي، نقولها لكل الشعب الجزائري، وعندي الفيديو راني رسلته لكم الأخ عثمان بالصوت والصورة. ولما تقدمت بشكوى ضد هذا السيد هذا إلى الأمن في غياب باش ما نغلطش الناس، في غياب رئيس الأمن الولائي، لأن للرئيس الأمن الولائي شريف وكاع نشهدوا له في غيابه رفضت الشكوى تاعي. طيب عبد الكريم، قالوا لي توجه عند وكيل الجمهورية. كيفاش العدالة في تلمسان؟ تتمشى بالتليفون وانت تقول لي راه عند وكيل الجمهورية؟ عبد الكريم، يتحدثون ايضا عن فتح تحقيق حول ملف تلمسان عاصمة الثقافة، يقولوا انه صرفت اموال. نعم، ما بنوالوا عليها يا الاخ عثمان. انا من دامني ما شفت رئيس البلدية السابق خواني ورئيس البلدية السابق بريكسي عبد النبي مشاو للسجن تاع الحراش، انا ما نكونش هاني. التغيير يبدي من تلمسان، المنشل اللي راه يدور في تلمسان حافي. مثلا العدالة تمشى بالتليفون، كل الادارات في تلمسان من البلدية الى الولاية الى الدائرة قاعدة تمشى بالتليفون. نعم عبد الكريم، اذا ماذا تطلب الان؟ ما هي، وهذه فرصة ليك انت كناشط حقوقي في تلمسان، ما الذي تريد ان تسمع هذه الصوت؟ انا نطلب اللي راهم يرافقوا هذا الحراك الشعبي، ايوه، والشرفاء في الامن العسكري التدخل العاجل لحمايه كل نشطاء تاع الحراك، شباب الحراك، يحميهم لان حياتهم راه في خطر، وصلوا حتى هدونا.
انا شو عندي ثلاثة مرات يا الاخ عثمان، انا والله ما نخاف منهم، والمره الجايه والتدخل تاعي المره الجايه والله علي العظيم اني نقول سماتهم واحد واحد، الموت واحده مش عشرة. انا من اجل بلادي، انا خرجت 22 فبراير، انا ما خرجتش نلعب، انا مسبب نفسي للموت. ان شاء الله ما نوصلش للدرجه هذه اخويا عبد الكريم. ونطلب اطلاق صراحة السجناء الرأي بالحبيب وخونا عصام اللي راه مريض وعنده مرض مزمن. نعم وهو كذلك عبد الكريم، عبد الكريم علي دحمان الناشط الميداني وكنت من تلمسان، شكرا جزيلا لك. الذي حدث في تلمسان تكرر ايضا في باتنا عاصمه الاوراس، هناك من الشباب الناشطين من نظموا ايضا وقفه احتجاجيه من اجل ايقاف عمليه السطو على الحراك واعتقال الناشطين، وهذا وكذلك هذا الضغط الامني على الحراك طالما انه مدني، وكذلك حتى التضامن مع ناشطين ميدانيين اخرين، تضامن مع بلقاسم خنشه الذي دخل في اضراب عن الطعام وهو في اعتقد الاغواط، كل هذا جعل من الناشطين في باتنا بان يتضامنوا مع اخوانهم في مدن اخرى. نتابع ماذا يقول الناشطون في باتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يعني لما نادينا وقلنا واسقطنا نظام بوتفليقة الاستبدادي، توقعنا اننا نجيب نظام يحترم الحريات ولكن حصرته. هذا الشرطي، هذا محافظ الشرطة الذي يسمى ابراهيم في محافظة الامن الولائي بولاية باتنا، جاء سب الذات الالهية، قطع الراية الوطنية، كسر طابلة وكسر زوج كراسة، اعتدى على زميلي مناضل بات معايا اللي كامل مضروب على رجله، سبنا وطيع الهدرة. ولما دخلنا الى مخفر الشرطة جات فات وجات بروفوكانا وقالنا انا هو حاشا خوتي سامعين، انا هو ربي وندير واش بغيت ندير. نظن احنا احتجينا داخل مخفر الشرطة وطالبنا بتحقيق، ولكن شرطي طالبنا بتحقيق انه يتسمع، لانه هو اللي يسمعونا ونسمعوه دومونتينا الشرطه الدرك الوطني، هو اللي كومبوكينا اللي يسمعنا في الاثنين، ونتاسفوا انه القضيه لقينا كيفوها وداونا شرطه عمران ورجعونا كاننا رمينا نفايات الساحه. وانا هذا الاضراب قبل نديرو اعلنت عليه بيومين قبل بلي حندير اضراب مسانده لزميلي خبر قاسم خنشه، ومن بعد نتفاجئوا ان تعامل معنا بالاسلوب البلطجي. وحنا نقول جمال أعود إليك وأنت من باتنا، ضعنا في صورة هذه الوقفة، ما الذي حدث بالضبط؟ والله الأخ عادل قد تحدث يعني مباشرة وتحدث يعني عما وقع له هو وقع لإخوانه. فالقضية يجب أن نتحدث عنها من باب الحرية، فأين الحرية التي تدعي السلطة أنها بدأت تتحقق في الميدان؟ فهؤلاء شباب ناشطون وأنا أعرفهم جيدا، الأخ عادل، الأخ رامي، الأخ رمزي والكثير من الإخوة الذين ظهروا في الفيديو، هم ناشطون من بداية 22 فبراير، أعرفهم شخصيا. فالقضية وما فيها أن السلطة لا زالت مصممة كما ذكرنا سابقا، سواء إعلاميا أو بالتضييق على المدونين وعلى الكثير من الإعلاميين الناشطين المستقلين، وكذلك حتى على يعني كما ذكرتم عن الحراك بصفة عامة. فنحن نتحدث الآن عن العدالة وعن القضاء وعن يعني كيف يكون محافظ الشرطة أو مسؤول الشرطة في تعامله وفي تحقيقاته مع الشباب. فالآن يجب أن نعلم يقينا بأن علينا جميعا تقوية الحراك الشعبي الوطني والاستعداد لمراحل أخرى حتى نحقق مطالبنا المشروعة والشرعية. فقوة الحراك نحن نتذكر المسيرة الأولى والثانية والثالثة، يعني كيف كان الضغط وكيف كانت تلك القوة التي جاءت بهذه النتائج الأولية. طيب. والتي ستكون مستقبلا نتائج أخرى في صالح البلد وفي صالح الشعب وفي صالح الأمة الجزائرية بأكملها، ونحن متفائلون، نحن متفائلون رغم كل شيء. وكذلك يعني عندي رسالة أخيرة، يعني أدعو هذه السلطة الفعلية إلى الالتفات
إلى سجناء 92. صحيح. يعني الناس اللي دخلوا السجن كان في سنهم 25 سنة، اليوم راهم في 60، واللي دخلوا في 60 أو في 90 سنة. نحن نطالب بالإفراج عن هؤلاء السجناء وكل السجناء بدون استثناء. نعم. حتى يعني ننطلق وحتى نفتح أبوابا أخرى في صالح الوطن وفي صالح الجزائر، لأننا نحن في الحقيقة نناضل من أجل الجزائر، جزائر الشهداء، الجزائر التي سقيت بدماء مليون ونصف مليون الشهداء، وسننقذ جزائرنا بإذن الله وتعود الحرية لشعبنا العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. عماد، أعود لك من جديد. قايد صالح في إحدى خطبه أعتقد قبل الأسبوع الماضي كان يتكلم عن مرافقة، يقول مؤسسة الجيش ترافق الحراك. فهم من هذا الكلام بأن مؤسسة الجيش هي التي تعمل على الأمن، على الاستقرار، على سلام الحراك، سلام الأشخاص أقصد، وأمن هؤلاء. ولكن الذي يحدث هو العكس. جمال كان يتحدث على باتنا، فما بالك أيضا تلمسان، عنابة، اعتقال الناشطين، التضييق عليهم، حواجز أمنية لا يمكن تدخل العاصمة، الناس يسكنوا في تيبازا ما يروحوش للجزائر، والناس يسكنوا مثلا في شرشال أيضا، الناس تاع البويرة البليدة. المواطن ما عندوش حرية التنقل رغم أن الدستور كفل ذلك للمواطن الجزائري، حب يروح للغوات ولا العاصمة ولا تونس ولا وين يحب يروح بلاصة أخرى هو حر، ولكن هذا سموه تضييقا أمنيا فظيعا. ماذا يمكن أن نعلق عما قالت مؤسسة الجيش عنه بأنه مرافقة للحراك، والذي يحدث هو العكس تماما؟ هو أولا يا أستاذ عثمان لازم نفصل مؤسسة الجيش عن قيادات الجيش، يعني قيادات الجيش المتكلم باسم الجيش، ونعرفوا جنرالات قائد صالح وجنرالات نتاعو، لأنه مؤسسة الجيش أعمق بهذا بكثير يعني. لكن ربما الكوديتيك تاع مؤسسة الجيش أنه لا خروج عن الحاكم، يعني لا خروج عن من يحكم، معليش هذه قوانين الجيش. كسروا لنا رصاننا يا أستاذ عثمان بأنه بوتفليقة دارنا وبوتفليقة دارنا ودار لكم موتوروت، داروا لكم موتوروت، وكي توصلوا تروت العاصمة تتقفل الربع الكاتفوات تتقفل باش تولي فوا واحدة، والناس في حرارة 45 دايرة طوابير، شفتها أنا هذاك النار سبحان الله، يعني لو كان رضيع أو كذا قادر يموت، يعني قادر يموت. عن أي مرافقة نتكلم؟ فخامة الشعب الجزائري يا أستاذ عثمان منذ 3 أسابيع ما حاليا وهي تنادي صراحة برحيل القايد صالح، صراحة في كل الشعارات القايد صالح يجب أن يرحل، يعني خلاص ما بقاش كلام مع استفزازات بهذا الشكل واستفزازات بهذا العمق، ويعني وخروج وتكبر وسلطوية وديكتاتورية. وعن أي مرافقة يتكلم؟ يتكلم عن مرافقة من هي من يراهم هو، لا أريكم إلا ما أرى، يعني كما قال فرعون البنو إسرائيل. لا يا أخي أثبتتم أنتم كعسكر، أثبتتم طيب. أنكم حتى خيرات البلاد وما قدرتوش تحافظوا عليها، فليس لكم الحكم للشعب، خليوا الشعب يدير وش يحب. نعم. بانتخابات واحد ما يقول لا للانتخابات، لكن ما يشي بنزاهتكم وما يشي بتعريفكم للنزاهة وما يشي بتعريفكم للشفافية. نعم يا عماد، نعم الانتخابات، نعم الحوار، ولكن ليس بصيغ هذه السلطة، سلطة الأمر الواقع. نحن أدرى بشؤون دنيانا، بأمورنا، نحن الذين سنختار الذين يمثلوننا، نحن نضبط بالضبط طريقة الحوار والانتخابات، نشرف عليها مثل ما حدث في التسعينات وطلعت الانتخابات كلها نظيفة ونزيهة وذات مصداقية، لكن بهذه الطريقة الشارع رفضها، الشعب رفضها. الشعب من حقه تفعيل المواد 7 و8 و12، هذه المواد هي التي تنتصر للشعب، الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، تقرير مصير الشعب هذا الذي يريده. الآن مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنتلقى اتصالاتكم ودائما صحبة ضيفينا الكريمين عماد وجمال.